ناخذ المكونات وبعدين بنعرف الطريقه اكيد من خلال الشيف علا. مكونات سلطتنا لليوم بنحتاج لسلطه الملفوف بالشمندر، اكيد بنحتاج لملفوف ولكن الملفوف البنفسجي مقطع، كمان بدنا شمندر مقطع، خيار مقشر ومقطع، بصل اخضر مفروم، بقدونس مفروم، كمان بدنا بذور عباد الشمس، بدنا بذور اليقطين، وكمان بدنا سمسم محمص. أما بالنسبة للدريسينج فبنحتاج عصير ليمون، زيت زيتون، دبس رمان وملح. صح الكلام. ها يا شفتوا السندويشات، التوست المحمص بالأفوكادو والبندورة الكرزية، يعني كمان نور السفرة. هذا ثاني طبق، وهلأ بدنا نشوف السلطة كيف ممكن نعملها. طبعا ما بتصدقوا قديش الملفوف هذا بالذات كمان البنفسجي قديش له فوائد، واحنا اوقات كثير جد بننساه وما بنستخدمه. كثير كثير شيء كثير زاكي جدا. فهي اليوم بتعطيكم طريقه مختلفه تقدروا انكم تستفيدوا من الشمندر والملفوف بطريقه كثير زاكيه. بعملهم دريسنج صراحه اشياء مفيده. يم 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 هيك يم. الواحد بياكل الصحن بقول لك السلطه عندي فلانه وبس. تمام. دي كمان يلا يلا عصير ليمون دبس رمان. بسم الله. الله. طيب بعدين رح نروح نحط سمسم محمص، في ملح في بدون، احنا سلطة اذا احنا تمام. سمسم محمص مش مملح او مملح عادي، بذور عباد الشمس إشي جدا مفيد غير محمصة ولا مملحة لصحة القلب بالدرجة الأولى. بعدين بذور يقطين أو اللي في ناس بسموها القرع، كله هذا موجود عند العطار. شو هالدريسنج الخطير؟ هذا البزر الأبيض طبعا اللي بتحبه. آه زيت زيتون. بالضبط. معك يا أمر. ابتهال ترتير يا يسعد صباحك. ابتهال عم تحضرنا من رام الله، تحياتنا لكم وأكيد لكل أهلنا بفلسطين الحبيبة. إم زيد يسعد صباحك. ومعنا اتصال. أوكي كفاية كانت معنا على الخط، طولنا عليكي، بنعتذر أكيد. وإذا قدرتي ترجعي تحكينا احكينا كمان. مين معانا؟ بنستبدلوا الدبس الرمان بخل ابيض او فينيجر بلسمك بيروح، اللي هو خل البلسمك او خل العنب المعطق. رح نروح نخلط المواد بشكل بسيط، اللي هي الملفوف البنفسجي بدون العروق الخشنه لانها مو زاكيه. في ناس بمرسوه مع تكه من الخل الابيض او سكر عشان يخلوه يدبل. كل ما كانت السلطه فريش كل ما كانت للعين اطيب قبل ما تكون للمعده. رح نحط بصل اخضر، يفضل اي شيء بتحبي فيه بصل، على البارد استخدمي البصل الاخضر مش الناشف لانه اكثر حلاوه اكثر سوائل واخف على المعده. صح تمام. حامي. يس. شمندر. اوكي. رغد الشام يسعد صباحك. كمان كان معنا اسماء عم بحاول الاقيهم ولكن خلينا ناخذ هالاتصال. الو. الو كيفك يا عرين؟ الحمد لله. كيفك انت؟ انا منيحه الحمد لله. اهلا وسهلا. بدي احكي معك علا. حيها الشيف علا. اهلا وسهلا وميت مرحبا. ميت ورده يا هلا. قولي يا قمر معك. الاكل كثير سايبه والله كثير ساكيه. انت من وين حضرتك؟ من اربد. من اربد. اطيب اكله من اكلات اهل اربد بتحبيها شو هي؟ سلطه وال هيك احبها كثير. ان شاء الله بالهنا والعافيه قمر. اهلا وسهلا فيكي. جربتي شيء من وصفاتنا قبل هيك؟ لا والله. يلا نتمنى لك مشاهده ممتعه وان شاء الله تكوني مبسوطه معنا يا قمر. ان شاء الله. هلا حبيبه قلبي. شكرا لك. شيف علا. في زين الرجوب يسعد صباحك يا زين، بتقول لي عملت كيكه الحليب الساخنه كثير زاكيه بس ما نفخ كل الصينيه بس نفخ نص الصينية. الغلط بالفرن اللي هو على كأنه مش عارفة الأطراف اللي ما نفخت بس المهم أنه نفخ نص الصينية. طالما جهة طلعت وجهة لا، إذا أنت عندك صح طريقة الخفق ولكن اللي هي الفرن فبدك تحميه مسبقا على 180 وبعد ال 180 تحطي بالنص، إذا كان في عندك مروحة اطفيها.
أوكي. هي المروحة اللي بتعمل هذا الشيء. إذن هذا هو السبب. أفكار، يسعد صباحك يا أفكار. سهام، أهلا وسهلا، يسعد صباحك. انشراح، أهلا وسهلا، صباح السرور، شكرا لكم. أفكار برماوي، يلا. يعني هينا هلا شفنا السلطة بطريقة الشيف علا، وشفنا الأطباق أكيد اللي عملت لنا إياها، هلا رح تحكي لكم عنها هي بالختام، ولكن أنا بدي أختم معاكم كل المشوار اللي قضيناه اليوم لمدة 3 ساعات سوا، وأقول لكم إن شاء الله يا ربي بقية يوم تحمل معاها كل الخير اللي بالدنيا. أكيد بنلتقيكم في حلقات قادمة من يوم جديد، استنونا دايما. يعطيك العافية يا شيف علا. الله يعطيك ألف عافية أمر. سوينا صحن السلطة بشكل بسيط وسهل وسريع. الدريسنج لما بفوت فيه نوع من أنواع اللي هي، خليني أحكي، بذور القرع أو الياقطين أو حتى عباد الشمس، هي صارت يعني ضرب 10 القيمة الغذائية فيها. هالنوع من المكسرات ممكن تخليها بسيارتك بجيبتك لما بيجي عبالك إشي زاكي، فما بالك لما بتفوت بصحن سلطة. بالإضافة لنوع من أنواع الفطور، خليني أحكي شوي غربي مع كريمة الأفوكادو، بالإضافة اللي هي احنا يعني بنحكي لها جراتان نوعا ما، خصوصا اذا كان في طبقه بتحملها من الكولاج او اذا في طبقه بتحملها من اللي هي عجينه الباف بيستري. سويناها اليوم بالبايركس، بالاضافه للنكهات المتضاربه نوعا ما مختلفه بين الحامض والحلو، ولكن تجديد بمطبخك واطباق. رح ناخذ صحننا على الطاوله لنودعكم ونشوفكم غدا باذن الله تعالى ان شاء الله. ديروا بالكم على حالكم، واشوفكم بكره. باي باي.